سميت أنس، عايش مدينة فاس بالدوسير الجناوة. كنت باقي صغير، ما عرفت حتى كبرت عاودولي بداك تحرقتي. الأم ديالي درت مع مرات الأب ديالي تتقاسيت بلاسيت. أنا تبقى يقولو المحروق اللي ما تيعرفنيش، لو دريت صغار تبقى يخافو مني. تنطلب من الله المحسنين يوقف معايا ونكمل قرايتي ويسقمو لي وجهي ونكمل قرايتي تنحقق أحلام ديالي نولي بوليسي. مرات عمو هادي 14 عام وأنا ساكنة معاهم في هاد الدار. ملي كان الولد عنده عام ونص قبل ما يتحرق في وجهه. تحرق بلاسيت، صدمنا. ما كناش ناويين ديك الخبر، بان غنتوقعوا ديك الخبر. راك عارف من جاتنا صدمه ملي شفنا الولد في ديك الحاله. ما جاتناش على البال الولد غيوصل لديك المواصل. هو كان مشوه بوجهه بزاف، كانت عينيه كينعس بهم محلولين، الدمعه ما كانتش عيني فيها. النيف ديالو كانت جهه مشدوده وجهه محلوله. دابا عاد شويه واحد المحسنين الله يكثر خيرهم، هما اللي داروا له واحد جوج عمليات تجميل، هما اللي شويه فرزوا له الوجه ديالو. الناس اللي ما كيعرفوهش في المثال، الا دبز معاهم راك عارف كيعايرهم ديك الكلمه ديال المحروق. هو ما كيتقبلش ديك الكلمه ديال المحروق، كيجي كيبكي، كيجي في شي طريقه ما يتحمل حتى واحد يشوف ولده بانه بديك الطريقه. الاب ديالو تزوج بمراه واحده اخرى ووالد وليداتو وجالس معاهم، وما عندوش قالك الامكانيات باش يصلح لوجهه. حنا ما باغيين لا فلوس لا حتى حاجه، حنا كنطلبوا غير من سيدي ربي الا كان شي واحد باعنا الكلمه يعاونو يصلح له غير وجهه ويصلح له ذاته، راه من هنايا كلها محروقه. حنا ما باغيين لا ماده لا حتى حاجه، حنا باغيين غير وجهه يتصلح يولي وجهه عادي. الله يرحم لهم الوالدين الا كان بامكانهم يصلحوا له وجهه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.